بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد 8 أيام قضتهم الفنانة رجاء الجداوي في العزل أو في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، تعال نتعرف مع بعض على تطورات الحالة الصحية ليها. ولكن في البداية عايز أقول لكم بشرى جميلة، إن الصين الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد 8 أيام علاج في مستشفى العزل بالإسماعيلية، تعال نتعرف مع بعض على الحالة الصحية وصلت لحد فين في الفنانة قديرة رجاء الجداوي، شفاها الله وعافاها وربنا يشفي المرضى جميعا. أميرة بنت الفنانة رجاء الجداوي قالت في تصريحات خاصة اليوم السابع إن الحالة الصحية لوالدتها بعد ما قعدت 8 أيام في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، ده الحجر الصحي المفروض. أميرة هي الابنة الكبيرة طبعا والوحيدة للفنانة رجاء الجداوي. قالت إن والدتها بتعاني من ارتفاع درجة حرارة، المشكلة الوحيدة اللي بتقابل الفنانة القديرة رجاء الجداوي لحد دلوقتي هي ارتفاع درجة الحرارة من أول ما دخلت. يعني هي أول ما جت تخش المستشفى درجة حرارتها كانت تخطت 39.6، بتقول إن درجة حرارتها وصلت ل 38.5 بعد ما دخلت مستشفى أبو خليفة ليلة العيد. كانت 39.6، بعد كده انخفضت بقت 37، بعد كده بترتفع تاني توصل 38 وترجع تنزل 37. هو المشكلة الوحيدة دي اللي بتقابل الفنانة رجاء الجداوي. الحمد لله ان الموضوع بس اقتصر على ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها، لحد ان شاء الله ما تخف وتقوم بألف سلامة. برضو أميرة بنتها انزعجت من الشائعات اللي طلعت على السوشيال ميديا اللي بتقول وفاة الفنانة رجاء الجداوي. قالت ايه بقى؟ قالت لابد ان يراعي اصحاب تلك الصفحات ان في أسرة بتتألم من كل او من هذه الشائعات. نتيجة أول تحاليل الفيروس بالنسبة لرجاء الجداوي طلعت إيجابية، وأول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخولها الحجر الصحي بالإسماعيلية. هنتابع مع بعض الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي لحد إن شاء الله ما تقوم بالسلامة، وربنا يشفي المرضى جميعا ويرفع عنا البلاء والوباء. في النهاية ما تنسوش تدعموا القناة وتعملوا لايك للفيديو، ولسه ما اشتركتش اشترك عشان وفعل زر الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم.